الراديو 90-90 هواها مصر. المحفظة. الفقرة المفضلة بالنسبة لي. سألتيني بتقولي ايه؟ عايز اعرف فيها كام. اه ده بجد فيها كام دلوقتي؟ اه استنى معايا 20,000 30,000 50,000 200,000 بس. ايه ده بجد؟ ماشي بيهم عادي. احنا الناس شايفينك دلوقتي في الكاميرا هنا على فكرة، فهم متابعينك. اه هي بتعد بجد، طلعت 40 جنيه دول يلزموني لو سمحت. اكتبي لي على 20 جنيه دي لو سمحت بعد اذنك. اه اكتبي مع حبي. 440 وفكة 450. يعني شوفي هتسيبي لي ايه. لا كلهم لا خلاص والله ما رجعوش. طيب وقعوا طاروا الفلوس بتطير حتى هنا في الاستوديو. طيب نهد السبيعي، الفلوس بالنسبة لك كل حاجة ولا مش كل حاجة؟ انت اني فريق بتيجي عشان تروح؟ اللي في جيبك لغيرك طبعا. دايما؟ مش دايما. تعرف تحوشي؟ لا خالص. حاولت كتير وفشلت. مش هتلاقي 440 جنيه. ده رقم ده رقم. احنا في اخر الشهر دلوقتي بلاش تيجي على الجرح. شهر 10 بقاله كتير قوي يا ناهد والله. الحمد لله ربنا سترها. مش فجوه زمنيه اكتر ان هي شهر، مش عارفين له حل. طيب لو الدب خبط وحد دخل علينا وادالك فلوس كتير قوي وقال لك الفلوس دي بتاعتك، هتشتري بيها ايه؟ اول حاجه تيجي في بالك انك عايزه تشتريها. اول حاجه بحب اشتري اكسسوارز. شوبينج على طول. يلا على المول. بتقعدي كتير في الشوبينج؟ مهووسه شوبينج؟ لا انا يعني بص حاجات معينه كجوزاء يعني. اوقات واوقات. صح انا عارف خلاص انا فهمت الحلقه دي نص ونص. لا يعني انا بحب جدا الفضه فبحب اشتري فضه عامله دوشه ايه الفضه من اول الحلقه. خلي شكلي كده ايوه شكلها باين. فدي اكتر حاجه بحب اشتريها. ايه الحاجه اللي نزلت اشتريتيها بعد ما روحت البيت كنت فرحانه بيها قوي قوي قوي، اول ما روحت البيت لقيتي ايه ده عندي اساسا؟ انا ايه جبتها ليه؟ لا انا على فكره عاده حاجات كتير بشتريها وبعد ما اشتريها ما بحبهاش اصلا. ايه ده بتكتشف ان هي مالهاش لازمه؟ لا مش عاجبني. ايه ده؟ طب اشتريتي ايه مؤخرا ولقيتيه حاجه ايه ده انا جبته ليه؟ سكيرت مثلا كنت شايفاها كانت عاجباني وبعدين ما بقتش بلبسها خالص ولما بشوفها مش عايزه البسها. هو اصلا في الشوبينج بتنزلي تبقي عارفه هتشتري ايه منين ولا لا قاعدين بقى. مين بيستحملك في الشوبينج ينزل معاكي؟ ماما كتر خيرها. لا بس على فكره هي الواضح هي اكتر مني بكتير، انا اللي ما بستحملهاش في الشوبينج. العكس اللي بيحصل. ايوه هي بتحب تعمل شوبينج جدا بس ساعتها انت اللي مجبره انك تكملي مش هتقدري تقولي حاجه. مش هينفع. طيب من الناس اللي بتحافظ على حاجاتها قوي طبعا بعد الحاجات اللي بتتكسر انا مش مرتبة ومش منظمة خالص، دي حاجة بتضايقني جدا. بس الحاجة اللي دخلت من شوية الاستوديو دي اعتقد حافظي عليها بقى. لا يعني لا في هدية مهمة قوي. أيوة وفي أيوة صورة لحد مهم قوي معاك.